السلام عليكم، الصوت واضح؟ الصوت واضح. تأكد بس على الصوت واضح. السلام عليكم. طيب ممتاز. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بكم جميعا في المحاضرة الأخيرة. اليوم راح أتكلم عن الوحدة الأخيرة المعلومات والاتصالات. طبعا سبق أن تكلمنا في الفصل الأول عن مفهوم الانترنت، وذكرنا انها هي شبكة ضخمة عبارة عن اجهزة حاسب مرتبطة مع بعضها البعض حول العالم. طبعا تكلمنا ايضا عن فوائد للشبكة. هنا بعض المصطلحات الاساسية فيما يتعلق بالشبكات والانترنت. الانترنت ذكرناها وعرفناها قبل قليل. الانترنت اللي هي الشبكة الداخلية internal network، وهذه شبكة تستخدم في المؤسسات الكبيرة مثل جامعة الإمام. لا يشترط طبعا تكون متصلة بشبكة محلية لان او وان، وتستخدم يعني ممكن إتاحة يعني المؤسسة المستخدمين خارج نطاق الدخول لشبكة الانترنت عن طريق الاتصال الهاتفي، وهذا يطلق عليها ايضا اكسترانت. اكسترانت يكون اكثر من مؤسسة مربوطة مع بعض. في مصطلح الWWW World Wide Web، وهذه يعني الشبكة العالمية الموسعة، وهذه هي الصفحات اللي تكتب وتستخدم يعني يتم تصميمها باستخدام لغات الجافا والHTML، يعني غير عن اللغات الخاصة بتصميم صفحات الإنترنت. متصفح الإنترنت اللي هو الإنترنت إكسبلورر هو البرنامج المختص بتصفح مواقع الإنترنت وعرض محتوياتها من نصوص وصور وغيرها. الHTML هو اللغة اللي نستخدمها أو اللي يتم بواسطتها كتابة وتصميم صفحات الإنترنت اللي ظاهرة في المتصفح. الISP Internet Service Provider، وهذه يقصد فيها المزود بخدمة الإنترنت، يعني الشركة اللي تعطينا الاشتراكات علشان يتم الارتباط بالإنترنت. URL هذا مؤشر يدل على مكان وجود الصفحة أو أي نوع من آخر من الموارد على شبكة الويب. الإيميل وتعني البريد الإلكتروني، وهي من أهم الخدمات اللي توفر علينا شبكة الإنترنت بهدف التواصل والتراسل بين المستخدمين. طبعا في مصطلحات الـ HTTP هذا بروتوكول، يعني
يعني يسمح أو يعني وسيلة مهمة لتجعل من الممكن تصفح عبر صفحات ومواقع الشبكة، يعني من خلال الضغط على الرابط موجود على موقع الشبكة، وبالتالي يسمح لي أن أنتقل إلى موقع أو وثائق على هذه الشبكة. الجدار الناري الفاير وول، وهو ده يعني هذا نظام أمان يعني لعملية الدخول على جهاز الحاسب المتصل بالشبكة من قبل أجهزة الحاسب الأخرى. جدار حماية يعني يستخدم لحماية الأجهزة. في مصطلح مثلا لو نجي نتكلم، مصطلحات كثيرة لكن أتكلم عن الأساسيات. المصطلح مثلا الأبلود، هذه الأبلود هي العملية التي فيها نقل الملفات والصفحات من الجهاز، من جهازك إلى الإنترنت. العكس منها الداونلود، هذا عكس الأبلود. لا، هذه ناخذ أو ننزل أو نحمل البرامج من الإنترنت إلى جهازك. يعني الأبلود من جهازك إلى موقع الإنترنت، الداونلود من الإنترنت إلى الحاسب. طبعا متصفح الانترنت اكسبلورر يعني هذا برنامج رئيسي على نظام النوافذ للدخول على شبكة الانترنت وتصفح المواقع والصفحات. طبعا ندخل لهذا يعني البرنامج من خلال النقر على زر ابدأ، ثم على ايقونة الانترنت اكسبلورر. طبعا اول ما يفتح القائمة على حسب وش احنا يعني التفضيل اللي وضعناه، تظهر لنا المتصفح أو شاشة المتصفح الرئيسي. هنا تم اختيار لتكون تفتح على برنامج الياهو محرك البحث، لكن بإمكاننا نختار على أي برنامج آخر على حسب الإعدادات اللي إحنا محددينها. مكونات الموقع أو عنوان أي موقع على الإنترنت تجدونه يتكون من www، اختصار للشبكة العنكبوتية، في العنكبوتية. بعدين اسم الموقع، زي مثلا عندنا مثلا نفترض إمام، جامعة الإمام اختصارها إمام. بعدين النوع، اختصار نوع الموقع، هل حكومي هل تجاري هل وكذا. إن عندنا مثلا جامعة الإمام فيديو اللي هو تعليمي، اختصار للديوكيشن أو 3 حروف من الديوكيشن. بعدين دوت نقطة والبلد، في السعودية SA، فهذا هو يعني مثل موقع الجامعة www.imam.edu.sa، هذا عنوان موقع الإنترنت للجامعة. في مواقع عامة، نسيج، الياهو، جوجل، هذه كلها محركات بحث، مواقع عامة .com، www.google.com. في المواقع الحكومية، بدل انك نتكلم عن تعليميه education فيديو، هنا government او 3 حروف من كفاءه government. تلاحظون ان موقع وزاره التربيه مثلا يعني قديما يعني والان وزاره التعليم www. اسم الموقع .com يعني يدل على انه حكومي .sa في السعوديه. طبعا اذا كتبنا اسم الموقع ضغطنا انتر يتم مباشره الدخول إلى الموقع المطلوب. في أي سؤال؟ طبعا بإمكان تصفح الموقع، يعني يتم تحريك الصفحة إلى الأعلى أو الأسفل باستخدام أشرطة التمرير أو باستخدام المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح Page Up و Page Down.
يعني مجرد مثلا نكتب العنوان سيت ونضغط انتر يتم مباشرة الدخول إلى الارتباط أو الصفحة المطلوبة. بعدين ممكن أيضا التنقل يعني أو ننقل على أي ارتباطات أخرى لينتقل إليها مباشرة. طبعا يعني يمكن البحث عن اي موقع او اي ارتباط او اي موضوع نهتم فيه عبر مواقع شبكة الانترنت. طبعا في محركات بحث اللي سيرش انجنز كثيرة كلها تتميز بامكانية البحث عبر يعني كل مواقع الانترنت، والنتائج تكون دقيقة بحسب المطلوب. لاحظ هنا مثلا جوجل، يعني واحدة من شركات البحث، موقع مخصص للبحث عبر شبكة الإنترنت. نكتب عنوان الموضوع أو الارتباط أو الموقع المراد البحث عنه على شبكة الإنترنت، ثم نضغط على مفتاح الإنتر أو ننقر على زر البحث كما هو موضح في الرسمة اللي أمامكم. لاحظ أن تظهر مباشرة نتائج البحث، بإمكاني أنقر على الارتباط أو العنوان المراد الدخول إليه من بين عناوين البحث. بإمكان أقطع أي صفحة، يعني محتوى أي صفحة أو أي ارتباط للاستفادة منه. إذا كان أبحث عن موضوع معين بإمكاني يعني بنفس الطريقة، أو يعني يكون هناك معاينة قبل الطباعة، يعني بإمكانك ترى شكل المحتوى على الصفحة قبل طباعته. بإمكاني أيضا نسخ محتوى أي صفحة من صفحات الإنترنت على مثلا برنامج الوورد، يعني أحدد الجزء المراد نسخه من نص الصفحة سواء باستخدام الفارة والضغط على مفاتيح الاختصار Ctrl زائد A، بعد ذلك أضغط على مفتاح أي Ctrl A يحدد لي كامل الصفحة مثلا، Ctrl C يعطي أمر النسخ، ثم أذهب مثلا البرنامج المعالج النصوص وأضغط على مفتاح أي Ctrl زائد V للنسخ أو للصق المحتوى. المفضلة عبارة عن مجلد مخصص لحفظ ارتباطات المواقع اللي يعني يفضل الشخص الدخول اليها. اذا كان هناك موقع تدخل باستمرار او تدخلين باستمرار، بامكان بدل من كل مره تكتبين العنوان www مثلا ايمان دوت اسم الجامعه كل مره، بامكانك تحفظين الرابط في المفضله، وبالتالي خلاص تذهبين الى هذا المكان وتنقرين على اسم الموقع منها، وبدلا من كتابه العنوان كامل يتم اضافه العنوان الى القائمه و الدخول لها مباشرة. طبعا بإمكاني حتى أرتب هذه المفضلة أنشئ مجلدات مختلفة، يعني أضع مثلا مواقع تعليمية، مواقع رياضية، مواقع اقتصادية، يعني كل واحدة أحفظها داخل مجلد مختلف. ايضا البرنامج يحتفظ بكافة العناوين او الصفحات اللي قمنا بالتصفح فيها بتصفحها خلال فترة معينة، يعني بامكاني استعرض المواقع اللي تصفحتها قبل يوم، قبل يومين، قبل اسبوع، قبل اسبوعين، كلها محفوظة في قائمة المحفوظات. طبعا بامكاني احدد تاريخ معين للاحتفاظ
بها، وأيضا بإمكان أحد يفرض القائمة من خلال النقر على أدوات ثم على خيارات الإنترنت، تظهر لي مسح قائمة المحفوظات، أنقر على هذا الزر الحذف، ثم يتم يعني يتم خطوات لحذف المحفوظات من القائمة. أيضا تلاحظون هنا مثلا يمكن تحديد مدة الاحتفاظ البرنامج بالارتباطات اللي يتم الدخول إليها بالنقر على زر الإعدادات، مثلا حسب فينا نشوف من 50 يوم إلى آخره، والضغط على موافقة لتثبيت أي خيارات. طبعا في ارشادات عامه بالنسبه لاستخدام الانترنت، يعني لابد انه يعني استخدامي لخدمه الشراء والبيع في المواقع الشراء يعني لابد ان تكون عبر مواقع معروفه، شركات خبره، مو اي موقع ادخل واشتري منه. تاكد من لائحه الخصوصيه، يعني ممكن بعض المواقع ما تهتم بالجانب هذا، بياناتك الشخصية وكذا يعني ممكن تتسرب الأسماء وأرقام الهواتف، يعني وضع بطاقة الائتمان على موصل ما لابد من التأكد من أنه يكون موصول. طبعا أيضا بإمكانك الحصول على مساعدة من خلال الضغط على F1 أيضا في المتصفح، كما تعلمناها في البرامج السابقة، الضغط على مفتاح F1 تظهر لقائمة التعليمات، ثم أنقر على المحتويات في الفهرس تظهر لي مباشرة، وكان يبحث عن أي موضوع معين. هل الجميع اللي عنده إيميل بريد إلكتروني؟ في أحد ما عنده؟ في أحد لا يملك بريد إلكتروني؟ يعني طريقة الإنشاء حتى ما أمر عليها، يعني تكون واضحة طريقة إنشاء حساب مثلا في إحدى الشركات الياهو أو الجوجل، تعريف الحساب. طبعا تلاحظون هنا مثلا مكونات البريد الإلكتروني، الاسم اللي أنت تضعونه والاسم اللي يضعه الشخص، قد يكون اسمه قد يكون اي اسم، بعدين اد بعد رمز البريد الالكتروني ويلفظ اد، بعدين اسم الشركه، نجد مثلا هنا حط ميل، اوتلوك، ياهو، جوجل، امام بتاعت ايضا كذا، وبعدين عنوان الموقع المانح البريد الالكتروني، يعني هات من يجينا ذكرنا جوجل دوت كام. لازم تفرقون بين العنوان الرابط اللي ندخل فيه اللي يكون www، هذا هو الرابط اللي ندخل فيه للمواقع، وهذا اللي يكون فيه آت، هذا عبارة عن مكونات لبريد أو للبريد طبعا البريد الالكتروني يعني طريقة استعراضة، يعني بامكانك تنشئ رسالة، تفسر رسالة، تحذف رسالة معينة، يعني كل هذه الخيارات موجودة. لاحظوا هنا مثلا زر جديد لانشاء رسالة جديدة، بعض النقر على زر مواقف لتعود إلى صفحة إنشاء الرسالة. بإمكان أيضا أن نرفق مع الرسالة ملف أو أكثر من ملف.
البريد اللي تصلون أيضا لو لاحظين على برنامج الأوتلوك بإمكاني عند كتابة رسالة بإمكاني أستخدم الطرق يعني تفيد من خيارات تتعلق بالتدقيق الإملائي والنحوي لهذه الخدمة. أيضا مميزات البرنامج يعني بإمكاني يعني يكون في دفتر العناوين معلومات الأصدقاء الاسم رقم الهاتف والعنوان بحيث ممكن استخدامها عند الحاجة. في أي سؤال؟ طبعا بإمكاني العملية يعني سواء نفس الأشياء طبقناها على البرامج الأوفيس السابقة أيضا موجودة هنا سواء حتى في المتصفح بإمكاني أبحث عن أي موضوع يعني بإمكاني من خلال الخدمات اللي شفناها الفايند والريبليس اللي تعلمناها هناك في هالبرامج في كل برنامج سواء كان الوورد او الاكسل او الاكسس كلها بنفس الطريقه. لاحظ هنا مثلا النتائج مثلا هنا طريقه البحث مثلا في الايميل بامكان يعني يتم فرز الرسائل يعني بحسب التاريخ من القديم الى الجديد او العكس. لو انتقلنا الى المجلد المراد فرز قائمه الرسائل نقر على زر الترتيب ثم نقر على نوع الفرز اللي مر فيه لاحظ أن مباشرة تغيير ترتيب القائمة. إذا كان حسب التاريخ تظهر رسائل جديدة على القائمة إذا كان الفرز تصاعدي والعكس إذا كان نوع الفرز تنازلي. في أيضا خدمة البحث المتقدم يمكن في أي وقت البحث عن رسالة معينة باستخدام عمر البحث الخاص في البرنامج. يعني
الاتباع أيضا بنفس الطريقة، ممكن نفتح رسالة المراد تبعتها ننقل على زر الأوفيس، ثم ننقل على خيار تباعه، يضغطنا مربع الحوار، اختار التنسيقات ونحدد حجم الورق، نوع الورق، اتجاه الطباعة إلى آخره، بعد ذلك تنفذ عملية الطباعة. طيب هذا تقريبا، إذا في أي سؤال طيب ممتاز، إذا تبغون ناخذ تطبيق نتمرن فيه حتى على طريقة الاختبار. الآن راح يصبكم الاختبار، اختبار قصير، يعني طريقة الاختبار العملي، كان البعض سألني في المحاضرة السابقة أو كيف طريقة الاختبار العملي، يعني خاصة أنه طبعا كما ذكرنا قبل أنه ما راح يكون في شيء اسمه رسمات، فالبعض يتساءل كيف يكون طريقة صياغة الأسئلة إذا كان عن محتوى أو طريقة معينة يكون فيها تطبيق عملي. من خلال هذا الاختبار اللي راح تشوفون أمامكم بنفس الطريقة على جميع الأجزاء تكون بنفس الشكل.
لا أنا أرسل لكم ال 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 أرسل لكم الأسئلة. لو الجميع يجيب، أنا شفت بعضكم دخل والبعض لسه ما دخل.
يعني أعطيكم دقيقة أيضا إضافية بعد ذلك نجيب على الأسئلة. طيب نجيب على الأسئلة أيضا. هذا السؤال الأول، يعني نستطيع محاذاة النص في برنامج الوورد إلى الجهة اليمنى باستخدام المفاتيح كنترول زائد R، كنترول زائد L، كنترول زائد Shift، لا شيء مما ذكر. ممتاز. نعم. لا العنود، لا الخيار الثاني كنترول زائد L، كنترول زائد R. ال R مأخوذة من رايت، أول حرف في كلمة يمين. كنترول زائد R، R أول حرف من كلمة رايت يمين، وبالتالي محاذاة إلى اليمين. لكن كنترول زائد L وين يصير المحاذاة؟ كنترول زائد L، نعم ليفت، نعم إلى اليسار. هذا السؤال الأول، الجميع أجاب عليه بطريقة صحيحة. لجعل النص المحدد في مستند وورد سميك أو عريض أو غامق، نضغط من لوحة المفاتيح على كنترول زائد B، كنترول زائد P، شيفت زائد B، شيفت زائد P. ممتاز أيضا. نعم فراج سار، نعم ممتاز. كنترول زائد B، ممتاز أيضا. عند بولد أول حرف من كلمة بولد يضع النص المحدد بشكل سميك أو عريض أو عام. السؤال اللي بعده، من مزايا برنامج الوورد الصوت، الرسوم، المعادلات الرياضية، التدقيق الإملائي. نعم الإجابة أيضا صحيحة للجميع، التدقيق الإملائي. نعم هذه من مزايا برنامج الوورد. السؤال الأخير، من أوامر وضع خط تحت الكلمة، هل هو كنترول زائد يو، كنترول زائد شيفت، كنترول زائد واي، لا شيء مما ذكر. ممتاز.
ممتاز ايضا كنترول فاليو اندرلاين، يعني اجابات الجميع صراحه اجاباتكم صحيحه، هي يعني بنفس الطريقه، هذا طريقه الاختبار او التطبيق، الجانب التطبيقي في الاختبار او طريقه كيف السؤال عنه يكون بهذا الشكل. لاحظوا مفاتيح الاختصار في جميع البرامج متشابهه، هي نفس مفاتيح الاختصار او نفس طريقه كتابه الاوامر، الطباعة بنفس الطريقة، النسخ بنفس الطريقة، وضع كلمة غام يعني عليها سطر بنفس الطريقة، فكلها متشابهة. هل في أي سؤال؟ انتهى وقت المحاضرة الأخيرة، إذا في أي سؤال أخير أجيب عليه. طيب أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الاختبار بنفس الطريقة بإذن الله، اللي يركز معنا خلال المحاضرات واللي فات المحاضرة معينة سيجدها في المحاضرات المسجلة بإذن الله تعطي فكرة كاملة عن المنهج. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.